بدنا كاستين سميد ناعم، كاستين طحين، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سمسم، معلقتين كبار حبة البركة، بدنا معلقة كبيرة حبة اليانسون، معلقة كبيرة يانسون بودرة، وثلاث أرباع كوب زيت نباتي، وكاسة مي دافية. بدنا نعمل قطر، ونحتاج أربع كاسات سكر وكاستين مي، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ومعلقة كبيرة ماء الورد أو الزهر. بالضبط. هلأ إذا هون عنا مي دافية، بدنا نحط فيها معلقتين يانسون حب كبار، ونخليهم خمس دقائق حتى نقدر نكمل فيهم الوصفة. المي بتغلي يعني سخنة منيح. طيب هلأ هون أنا في عندي طحين كوبين، بدنا نحط عليهم كوبين من السميد الناعم. وهاي 3 ارباع كوب زيت، هي مبينة كوب لأنه هذا مش كوب معياري، بس أنا معيرته بالكوب المعياري 3 ارباع كوب زيت. وبدي أبسهم شوي مع بعض هيك في الإيد قبل ما أكمل باقي المقادير. هيك توقع صار جيد. ما بدخل سكر لنفس الوصفة لأنه بده يدخلها كمية منيحة من القطر، بس نخلص. أوكي، خلينا نضيف اليانسون اللي عندنا هون، البودرة غير الكامل. في عندنا معلقة كبيرة من الخميرة، سمسم معلقتين كبار، وحبة البركة. برضه رح ارجع اخلطهم شوي صغيره، وبعدين رح نعجن بالمي اللي عندنا. اوكي، انا هلا هاي الخلطه صارت عندي جاهزه، بدي انزل المي اللي نقعت فيها اليانسون مع اليانسون الحب، فحسب قد ايه بنحتاج. تقريبا انا كاتبه يعني من كوب لكوب وربع ممكن ياخذ معاكم. خلينا نجرب هيك ونكمل، وبنضلنا نعجن فيها حتى نحسها تماسكت. يعني ممكن ياخذ معاكم من كوب لكوب وربع لحد كوب ونص ممكن، يعني حسب طبعا كميه سوري نوع الطحين اللي عندكم والسميد، مرات بشرب اكثر من انواع ثانيه. هلا بدنا نحط شويه زيت نباتي. سلام عليك. الله يسلم. مين بدي احكي عن لا انس نزال. سلم عليك انس. اهلين يا انس. طيب هلا اذا حطينا شويه زيت نباتي تحت حتى ما تلزق معنا، وبدنا نمدها بالبايركس اللي عندنا حتى نعمل سطحها كله مستوي، يكون على مستوى واحد. هلا في خطوة كتير مهمة، بعد ما نمدها بالبايركس يفضل نتركها كمان خمس دقائق ترجع تخمر وهي في البايركس شوي، لأنه فيها خميرة ما حتخمر تكبر، بس إنها ترتاح يعني. طبعا زي كل الحلويات أو معظم الحلويات العربية بنحطها بفرن حرارته 180 درجة لمدة تقريبا 25 دقيقة، وبعدين وهي سخنة بنحط عليها قطر بارد. أول ما نطلعها من الفرن بتكون لسه سخنة كتير، بنحط عليها القطر البارد. تمام. هلأ رح أعمل الحزوز بالسكينة. شايفين هلأ إذن بعد ما نقطعها بهاي الطريقة بنخليها ترتاح كمان خمس دقايق حتى الخميرة، يعني ما بدي أقولكم تتخمر، هي ما بتكبر بس بترتاح شوي. بعدين بندخلها على فرن حرارته 180 درجة تقريبا لمدة من 25 ل 30. بس انتبهوا لما تشقر منيح. هلا رح تسألوني إذا من فوق أو من تحت، صحيح هذا السؤال المهم، إنه أنا فرني عندي يا من فوق وتحت مع بعض، فبحطه من فوق وتحت مع بعض. في حال ما كان عندكم الفرن إلا يا من فوق يا من تحت، اشوها من تحت عادي، وآخر 10 دقائق بس حمروا الوجه. شايفين كيف تطلع معنا؟ فبنصحكم إنكم تجربوها.